إلى أحبائنا في بلدنا العزيز، وتحية إلى من له الفضل في وجودنا هنا ومشجعينا الأول جلالة الملك نصر الله وأيده. طبعا هذا العمل هو مش فقط أول عمل إلي أنا في مصر مباشر، بل هو أول عمل عربي من فوق هذه الخشبة التي نحن عليها الآن. وهذا تكريم وتشريف لأهل الفن في بلدنا، واحتضان مصر لهذا العدد الضخم من الفنانين والفنانات المغاربة ليظهروا لنا جليا وبكل وضوح المكانة التي يحتلها بلدنا في قلوب وعقول الأشقاء الأعزاء المصريين. ونتمنى إن شاء الله أن نقدم هذا العرض أو هذه العروض وتنال رضا المشاهدين الأشقاء في أمسية اليوم وأمسية غدا، غدا بإذن الله. سي الجم غتسمح لي غادي نسولك على الشعور ديالك وانت اعتقد هذه اول مره غادي تلعب فوق الخشبه وفي اتصال مباشر مع المصريين، فشنو هو الشعور ديالك؟ هو حقيقه شعور ما يمكنليش نعبر لك عليه، لان هذه فرصه ما كتتاح الا نادرا، وانا مسرور جدا مع اخواني الفنانين اللي جاوا يشاركوا، وكنتمنى اننا نكونوا في مستوى هاد القاعه اللي حقيقه كتحيب بانها قاعه جد مهمه، وهي حتى الفنانين نوع الفنانين اللي كيشاركوا فيها تيكونوا في مستوى جيد. تنتمناو اننا نكونوا في مستوى البنايه. في الحقيقه احنا مسرورين اولا لان كنحسوا بنفسنا حنا اول ناس اللي غادي يدشنوا هاد الدار الاوبرا المصريه، اللي هي حقيقه يعني بنايه كتعبر على اهتمام المصريين بالميدان الفني، وثم هي معلمه من معالم من المعالم الحضاريه. ما أحلى الجد بالابتسام، يا أعظم شعب قلها همام، شعب بحب إذا هام يتحدى سد يكسر الرخام. والله على حوار كان مكتوب زين، مكتوب هذا الحوار. الشعور نزار الكراكي قبل العرض وقبل اللقاء المباشر ديالك مع جمهور من نوع آخر، جمهور مصري؟ شعوري كشعر يعني زميلاتي وزملائي في العمل، شعور يعني اننا كوننا تلقى جينا لواحد البلد مصر، وانسان زعما ماشي سهل باش يجي لمصر الا بواحد العمل جيد، خصو يكون جيد، وهذا ما كنتمنى على الله في العرض ديال اليوم. كاين شويه الخلع؟ ابدا، لا 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 ابدا، يعني لا ان بو دو تراك كما كيقولوا، شويه ديال التراك هذاك لا يبدو، لان الممثل يعني اي ممثل كيكون حقيقي لا بدا ما كيجي هذاك التراك. نعم. فاطمه بن مزيان، الشعور ديالها قبل ما تلاقي الجمهور المصري؟ هو شعور طيب، وامنيه كانت غاليه، وواحد الامنيه لبها لنا الحسن الثاني الله ينصره، وصفتنا لهنا معززين مكرمين، وحنا ناشطين واحد النشاط كبير لا يتصور. وهذا كان امنيتي انني نجي نزور هذا البلد ونشوف مصر. وفي الحقيقه ملي جيت تفاجات بزاف ديال الحوايج اللي شفت هنا، وكنظن باللي الاخت نزهه اللي قالت هي
فيا الخلعه اللي ما كتصورش في البال وبداتني الان. بقيت كنخمم كيفاش غادي يعرفونا هاد الناس، حنا كنعرفو هاد الناس هنا اللي في مصر وداكشي، بالاسف ما كيعرفنا حد. صحيح ما كيعرفنا حتى شي واحد. اعمالهم كتوصلنا تماما، داكشي اللي نعرفو كلشي كنعرفو حنا، وحنا واقفين قدامهم ولكن ما كيعرفوناش، حيتو كنضروا ملي كنشوفو شي ممثل سينمائي او مسرحي كنقدموا ليه نفوسنا بلا ما كيقدمنا شي حد. حنا كنعرفو باسمه، نقولوا مثلا الاستاذ الحريري او استاذ كمال طويل، او وكنقدموا نفوسنا وكنقولوا السيده مليكة العمري او الاخت فاطمه بن مزيان او نزار الكراكي. حنا ما غاديش نحكموا على نفوسنا، ولكن كنتمنوا على الله الجمهور ان شاء الله هو اللي غادي يحكم علينا، وبخصوص الجمهور المصري، لانه الجمهور المصري ذواق وتينقد وكيحط النقطه على الحروف، وبغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما يكون حتى حاجه من هذا الشيء، غادي نكونوا يوليو يقولوا شي حاجه شفناها لاول مره ان شاء الله. الجمهور المصري اعتاد على دخول المسرح، على ارتياد المسرح، لان في القاهره مسارح القاهره تشتغل كل يوم اكثر من 15 او 20 مسرح اللي كيشتغل يوميا في القاهره، بحيث الفنانين كلهم كيشتغلوا بكيفيه يعني مسترسله. انني كنشعر باعتزاز وافتخار انني اول مره غادي نوقف في الاوبرا المصريه امام الجمهور المصري. نعم كان كاين شويه الخوف؟ لا ابدا، النهار اللي كنت ولا شجاعه. نعم عمري ما حدث لي الخوف، بس حدث لي الان كيف ما كان مشكل. اذن ان شاء الله موفقه. هذا اول مره، يعني اول مره كتوقف امام الجمهور المصري اعتقد. اي هذا اول مره. ايوا ما عندنا حتى اول مره يعني المجموعه المغربيه الناس تقف امام الجمهور المصري. نعم ان شاء الله نطلب الله اننا نكون موفقين وعند حسن ظن صاحب الجلاله ان شاء الله والشعب. والفنانه حبيبه مذكور، الشعور ديالك؟ انا فرحانه جدا لهذه البادره الطيبه اللي حضينا بها من طرف صاحب الجلاله، وبعتنا بهذه الملحمه ديال العهد اللي هي تعبير صادق باش نبينوا للجمهور المصري والناس المصريين التضامن ديالهم معنا في وقت كفاحنا، وتعريف عن تاريخنا المغربي. من ناحيه اخرى، اول مره غادي نوقفوا امام جمهور مصري بالنسبه للمسرح فقط، اما بالنسبه للافلام احنا مشاركنا معهم مشاركات عديده. صح صح. وعندنا اصحابنا فنانين هنايا وفنانات كثير، عندنا اتصالات بهم، ما كان حتى مشكل. انما الاشياء اللي سابقين هما بها انهم عندهم سوق، وديك السوق هي اللي جعلتهم يتشهروا فهمتي في المغرب، بينما احنا ما كانش عندنا سوق. وهذه البادره هذه راه غتجعل في المستقبل انه ان شاء الله في المستقبل تكون عندنا سوق، وبالفضل ديال صاحب الجلاله نصره الله ان شاء الله. وفاء الهراوي الشعور ديالها. مرحبا. شعوري كشعور اخواتي الفنانات نفس الشعور، انني اشارك لاول مره في الاوبرا المصريه في هذه الملحمه اللي كانت بادره طيبه من صاحب الجلاله حفظه الله، وبعثنا باش نشاركوا هنا في الاوبرا، فما عندي حتى خوف ولا حتى احساس بالخوف ابدا، لانني الخشبه وقفت عليها وانا عندي 13 سنه. من أرض المغرب.